والمتشابه؟ المتشابه هو ثبات النص وحركية المحتوى. ثبات النص وحركية المحتوى. مثل إيش؟ متشابه نوعين. كمان قبل ما أقول لك المتشابه أقول لك الآية الثالثة. هذه كمان خربطوا فيها. ست آيات هذول حطون هني نفس الشيء هني مو نفس الشيء. الآية الثالثة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. ما اعتبروا هني كتاب أحكمت آياته إنه المصحف كله. تبون قال كتابا متشابها مثاني. لا متشابها يعني مشكلته متشابها. طيب شلون حطوها؟ وش قالوا في وش قال فيهم؟ يشبهوا بعضه بعضا في الاحكام. هذا اللي قالوا. طيب ضاعت يعني خلها قراءه مرحليه دكتور. لا لا يعني اللي عم اقول لك عنده ثلاث ايات عم يحكي على نفس الشيء. هي الآية الأولى عم يحكي عن المصحف في مكان متشابه وفي شيء ثاني، وعم يحكي عن المتشابه تأويله كمان كثير مهمة، وعم يحكي إنه في الكتاب المحكم له تفصيل، وعم يحكي إنه في والكتاب المحكم هو الحديث، القرآن هو الحديث، والسبع المثاني هي أحسن الحديث. دكتور شرحت في القراءة المعاصرة بصفحة 58-59 تحديدا كيف قدم الله عز وجل حقائق كبيرة للناس عن طريق الوحي، ومثلت لذلك ولله المثل الأعلى بعالم إلكترونيات في 50 من عمره يريد أن يزود ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بمعلومات كبيرة وضخمة متوفرة لديه، وشرحت الخيارات إما أن يعني يلقي بها دفعة واحدة على ابنه، وإما أن يقدمها له بطريقة ما بطريقة تسلسلية. ماذا كنت تقصد من هذا المثال؟ الله عز وجل زودنا بحقائق كونية كبيرة، هل وصلتنا بالتجزئة بالتراكم عبر الرسالات؟ ماذا تريد أن تقول من هذا المثال؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات بينات لم تأتي خلال التسلسل أو خلال لم تفهم رأسا شهدت. نعم آيات بينات أمامهم صارت. نعم ولكن إذا كان الرسول الأعظم وهو خاتمية النبوة. نعم خاتم الأنبياء. بإيش مثلت خاتمية الرسالة بنحكي فيها، بس النبوة بإيش مثلت الخاتمية؟ خاتمية النبوة إنه إذا جاء نوع من المعجزة المادية شافوها اللي معه وبعدين ما عاد شافها تايت. فالمعجزة المادية وظيفتها أنها كلما بعدت زمانا عن زمن التنزيل كلما وضحت أكثر، وهذا هو التشابه، هو ثبات النص وحركة المحتوى. يعني جاءت وصيغة القرآن متشابها عن قصد، والقرآن يفهم حسب السقف المعرفي لكل جيل، حسب السقف المعرفي لكل جيل، لكل جيل لكل جيل حقبة من الزمان. ايوه لكل جيل حسب السقف. شوفوا هون في قول للرسول الأعظم من صح بلغوا عني ولو آية فرب سامع أو عام مبلغ. أو عام مبلغ طبعا، يعني المبلغ تبع القرن العاشر سامع تبع القرن العشرين أو عام سبب أو عملنه، لأنه سقفه المعرفي أعلى صار، الأرضية المعرفية تغيرت، وسائل المعرفة لأنه شو القرآن فرق بين الحق والباطل. نعم الوجود عم يحكي على الوجود هو. نعم. ما عم يحكي على السلوك بالقرآن، عم يحكي أنه مثلا ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أنه عم يحكي يوم ما أهل الأرض بدهم يبحثوا بالطب وكذا ويدخلوا بطول أعمار وأسرة وإلى آخره. نعم. هذا الأمور كل هاي القرآن. فكل ما بعدنا، شوف المشكلة وعين فيها من. نعم. حسب الأزمة كلما بعدنا عن الرسول الأعظم زمانا كلما كان المتشابه أوضح. الآن نحن هي وقت ندخل بشرح الرسالة والنبوة بتكون شرحها أدق، رح يكون، بس إذا كان أخذنا الآية
ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضافة، خلقنا المضغة عظاما، كزونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب هي هذا سطر ونص. هلا هي هلا الإنسانية عندها هالسطر ونص مجلدات اسمها علم الجنين. طبيعي معروف. فلا هي نحن بنفهمها أكثر ولا اللي قبل؟ الوسائل الحديثة طبعا تضيء عليها أكثر. طيب ماشي الحال. بالنسبة بالقرن السابع أو الثامن الدم بالنسبة للناس هو سائل أحمر يجري في العروق، مو أكثر من هيك. أكيد وصح، فهموا صح. هلأ نحن حطينا الدم تحت مجهر، طلع فيه 200 عنصر، بس حطيناها تحت المجهر. أفلا يحق لنا أن نضع القرآن تحت المجهر؟ أدق صار يعني الدم نفسه شافوه دم أدق. تملك الآن وسائل للمعرفة والتدقيق أكثر من ذي قبل. هلأ نملك شو منات، هلأ المتشابه يحتاج إلى تأويل وتفسير. دخلنا أيضا في موضوع كبير أيضا، التأويل. نعم. والتأويل ما هو؟ قال إذا كنا نحكي بإعجاز القرآن، هو إعجاز القرآن حتى شو التشابه فيه. إذا قلت بإعجاز القرآن قال لهم فليأتوا بحديث مثله، قل لأن سمعت الإنس والجن على أنت ومثل هذا القرآن، سؤال تبين لك إنه إحنا ما بنعرف عربي. طيب عم يعجز العرب، الانجليزي شو دخلوا بهالشغله؟ المسلم غير العربي ماذا يفعل؟ لا الغير عربي اصلا، وبنقول له بتسال، بتقول له لواحد انجليزي بتقول له بالقران مطلوب ما يلي، انا بدي نص حوى دقه نيوتن وجماليه شكسبير بنص واحد بس. كمثال ولله المثل الأعلى، يعني كتاب الله نعم يحوي الدقة والبلاغة البلاغة يعني الإيصال، مو جمال البلاغة، تبليغ الوصول من بلاغة. يعني إذا كان واحد سألته قلت له تشرب عملها في إيده هيك بلغك، يعني إنه بلغ الخبر. نعم. خلص. ففي نفس الوقت بتلاقي لغة شكسبير مع أنه إنجليزي غير لغة نيوتن. لغة نيوتن دقيقة رياضيات، ولغة شكسبير جميلة. طيب إذا حطيت تنتين مع بعض بتقدر أنت تجيب لي صيغة بدقة نيوتن، يعني حرف زيادة ما فيها أبدا، وجمالية شكسبير، وقادر كل جيل يراها يشوفها ضمن نسقه المعرفي. هذا الإعجاز. هذا ما قصدت بثبات النص وحركة المحتوى. محتوى ثبات النص وحركة المحتوى. لا لا، هذا حركة المحتوى حسب السقف المعرفي. ولكن في نفس الشيء الدقة والجمال سواء بنفس واحد، يعني بدي دقة نيوتن وجمالية شكسبير. تبارك الله، يعني في نص واحد طبعا لا يستطيع البشر اطلاقا، يعني ما بلغوا يعني أينشتاين وغوتي حطي لهم مع بعض، ما 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 يعني هو بيقول لك ما بيصير يا هي يا هي. اما اثنين انجليز او اثنين المان، فنحن عندنا دقه نيوتن وجماليه شكسبير، وبنفس الوقت حركه المحتوى حسب السقف المعرفي. انا شفت، لاعطيك مثال شفت بمره زرت برحله زرت الفاتيكان، في متحف الفاتيكان في سجاده على الحيط عليها صور يمكن المسيح والحواريين وكذا. انت بتوقف اول من الكوريدور بتشوف منظر، كل ما قربت المنظر بيتغير، كل ما قربت المنظر بيتغير، بصير نص المنظر بيتغير، بتجي للطرف الثالث المنظر بيتغير، والسجادة ما تغيرت. هناك لوحات مشابهة فيها اكثر من بعد. قلت لهم شوفوا هذا، قلت لهم القرآن نصه ثابت، هي معلقة قدامكم، بس مين عم يتحرك؟ عم تحرك القارئ بالضبط، المسلم القارئ. إيه، انا نظري غير نظر اللي من 1000 سنة، انا عم شوف شيء ثاني تماما، وصيغة القرآن عن قصد هكذا، انه هو متحرك دائما، في حركة متحرك مع سقفك المعرفي. حتى نفهم بالضبط ما هو التأويل وما هو المستقر، يجب أن نميز بين النبأ والخبر. الرب الرسول الأعظم نبي بس مو مخبر،
ونحن نعرف شو يعني مخبر. بدأت بالنبأ، ماذا عن الخبر؟ هو الرسول عسى منه عنه نبي، نبي بس ما منقول عنه مخبر. عليه الصلاة والسلام هو نبي يحمل من الأنباء ويعلم من الأنباء، بس مو أخبار. هي ليست أخبار. شو الفرق؟ الخبر النبأ غيبي مقتضب، الخبر حضوري وتفصيل. أحسب لك مثال تماما للتقريب. ايه حبذا موسى وقت شاف النار، حجيب لك النبأ والخبر من المصحف كله. عندما رأى، ما بيهمني شو قالوا القواميس، انا ما اعطي كل ايات المصحف. موسى شاف النار، اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر. بخبر ليش راح لعندها؟ راح لعند النار لعلي اتيكم منها بخبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ. أخبارها يومئذ يومئذ. أما قبل أنبأها. لا نحن بالنسبة لنا الزلزال يوم الأيام بالنسبة لنا نبأ. نبأ بالنسبة لنا، بالنسبة لهم، بالنسبة لأهل عادي موجودين، بالنسبة لهم أخبار. الأخبار تفصيلية يعني. إذن حضورية الخبر، حضوري حضوري مفصل. لأعطيك مثال، إذا واحد إجا بأول القرن العشرين 1900 قال، حط نبوءة أنه بده يحكم أمريكا بأول القرن الواحد وعشرين رئيس من أصول أفريقية، هاي بتطلع سطر. أكثر منك ما بيقدر يقول قبل وقوع الحدث يعني. يعني بقلب بمية سنة، قبل بمية سنة. هذا متنبئ، هذا نبأ متنبئ وسطر. هلا حتى صار اوباما رئيس امريكا من اصول افريقيه من كتب مجلد او مجلدين تفصيل، حتى صار الخبر انه كيف صار خبر. هل السطر كيف صار خبر من كتب في مجلد واكثر لما حدث ووقع وسجل يعني. نعم، هو التاويل النهائي للايه، هذا التشابه. التاويل النهائي للايه هو عندما يتحول النبأ الى خبر. اذا هناك خط، هذا التاويل النهائي. النبأ الخبر التأويل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه النبأ وشاف منام، هذا نبأ غيبي انه والله انه انا شايف الشمس والقمر وكذا. وقت سجدوا له امه وابوه قال يا ابدي هذا تأويلي ورؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. صارت خبر حقا، صار خبر صارت امامه. يعني ما يفسر، تريد ان تقول ما يفسر القرآن هو الكشف العلمي، التفسير. التفسير القرآن هذا اسمه مضيعة وقت. يؤخذ القرآن حسب المواضيع فقط. يعني إذا كان تفسير القرآن بده يكون عالم جيولوجيا وعالم ارصاد وعالم وفيلسف وفيلسوف، بده يكون كل بتاع كل شيء، وبتاع صلاة وبتاع زكاة وبتاع صوم. شو لكن كيف دكتور مضيعة وقت وملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين من المسلمين يعتمدون في فهم القرآن؟ ما شو طلع منه؟ وكل اللي اكتشف معجزات القرآن مو هن اللي اكتشفوها، مو غيره اللي اكتشفوها. لماذا نحمل التفاسير مسؤولية ما نحن فيه؟ ما نحن متقيدين فيها إلى الآن. زير على معرض لا الكتاب، لكن زير على معرض الكتاب وشوف، بتلاقي الكذبة عم تنشرها مألك من ألف سنة. طيب كل الناس تقرأ تاريخها وتراثها دكتور. لا ما الآن ما عدم دي. شوف يا أستاذ نحط، الإنسان عندما يقرأ أي شيء حتى مقال في صحيفة يوظف آليا معلوماته لفهم المقال آليا. طبعا يضيء بكل خزينته المعرفية على ما يقال. المطلوب وقت تقرأ مصحف انه ما تعكس خزينتك المعرفية عليه، روح اسأل او افتح تفسير. مطلوب منك انك ما تفتح. قد يكون البعض كذلك، ولكن لا مو البعض. اذا بتصير البعض مو كذلك، قد يقول البعض كذلك. إذا تفتح كتب التفسير لها قيمة تاريخية فقط. طيب والمشتغلين بالإعجاز العلمي والذين يخرجون كل يوم بكشف مهنة، عم يخرج بكشف هنا وقال لك شفتوا القرآن عليك. الكشف الإعجاز العلمي إنه بدي نحن أهل التنزيل، هل نحن المسلمين المؤمنين انه نحن ناخذ ايات المصحف ونحن نكتشف؟ ما ممكن تكتشف انت الا اذا انت فكرت بطريقه ثانيه.
ما ممكن. مطلوب منك، مطلوب يعني. مطلوب منك انه انت وقت تقرا المصحف ما عم بك على الاحكام هلا، عم بك على المتشابهات. المتشابهات قال انه هو يعني متأويل الى الله وراسخون في العلم. مزبوط، وراسخون في العلم يقولون آمنا به. بقول لك ليش الله واحد، الراسخون في العلم كم واحد؟ مئات. نعم بس مو واحد. نعم اللي عملك كواحد الله. مزبوط، اما كمجموعه ما بكون واحد. مين قال لك انه واحد؟ قال لك مجموعه الراسخون في العلم هذين بكل مع بعض تكامل المعرفه. التكامل المعرفي هن بيقولوا يعني هذا التكامل، مو انه الراسخون في العلم كل واحد لحاله، لا يعني نعطي علم الجنين يعني مقابل وعلم يعني الأصل. مقابل واحد هو الله فقط. وبالمناسبه الكتاب المحكم المتشابه اللي بيعرفوا بالتفصيل حطوا شريك لله، بيكون شريك هيك حطوا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل الله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل الله شهيد بي ومين كمان شهيد. ومن عندي علم ومن عنده علم الكتاب يحطوا معه. تكمن الأهمية البالغة لقصة آدم عليه السلام بأنها أولا تبنى عليها قصة الخلق في كل الديانات، ثانيا فيها بداية المخالفة والخطيئة والمعصية، ثالثا فيها نشأة التعلم والكلام الإنساني، رابعا هي بداية نفخ الروح من الله عز وجل في المخلوق البشري، خامسا هي نقلة من الجنة إلى سواها، سادسا بداية استخلاف الله سبحانه لخليفة في الأرض، وكذلك التكليف والوعي وقضايا كثيرة نحاول أن نستجليها في هذه الحلقة مع الدكتور محمد. دكتور، القصة كبيرة وذات دلالات كثيرة. نعم. فمن أين تبدأ؟ أولا إن بسم الله الرحمن الرحيم، أولا إن قصة آدم وإبليس والجنة من أكثر الآيات تشابها، هي من أكثر الآيات تشابها، فتحتاج إلى تأويل. وفي قوله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وبما أنها أنباء من الماضي فيجب أن نعتمد على الحفريات والدراسات الأركيولوجية والصور وكل ما توصل إليه العلم للتأكد أنه ما حصل في السابق، وقد أكد لنا التنزيل الحكيم بأن هذا ممكن. هي من أكثر الآيات تشابها. نعم. وقال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي أن هذا التشابه هذا كلها أنباء غيبيات. نعم. هذا التشابه سيأتي يوم سيوضح لدى البشرية مع تطورها إلا يعني رب العالمين بيعطينا نبوة وبيعطينا آيات مو قابل للفهم، بيقلنا هدى للناس. لا بالتأكيد قابل للفهم، لا وبيقلنا هدى للناس بالجهد الإنساني يعني وبيقلنا فوق هدى للناس مبسيط. وأكثر من كاتب وباحث إسلامي يقول أنه بجهد البشر لا في مساقين من قبل الحبارات.